من بدأت الأجواء تتغير ويتغير الجو، بدأت ترتفع شوي درجات الحرارة. حرصنا في برنامج من السعودية أن احنا نستعرض معاكم الأنشطة السياحية الجميلة، البرامج، نتكلم عن روح السعودية وصيف السعودية تحت شعار تراها، ونتكلم أيضا عن فقرة صحة حياتي اللي كان يهمنا كثير صحتكم خلال فترة الصيف. تكلمنا عن مواضيع كثيرة لأجل حياتكم تكون بأجمل مراحلها خلال فترة الصيف، وما غفلنا أن احنا نهتم أيضا بموضوع السلامة والأمان في كثير من الأنشطة، خصوصا مثل ما أن الصيف مرتبط بالأشياء الباردة والأكلات الباردة اللذيذة، كمان مرتبطة بالمسابح والموية، وهي تعتبر أحيانا لا سمح الله نقطة خطر في التعامل معها. أو في ظل أجواءنا الصيفية يزداد إقبال الكثير على المسابح، لكن البعض منا يجهل السلامة فيها وطريقة وسائلها، ابتداء من نسبة مواد الكلور وتأثيرها والاحترازات منها اللي المفروض تتوفر قبل تفكر تنزل للمسبح. طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم وأسئلة فيه كثيرة، حرصنا أن احنا يكونوا ضيوفنا متواجدين معنا عشان نجاوب عليها حرصا على أماننا وسلامتنا. نرحب بضيفنا معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المهندس وائل الذياب. يا أهلا وسهلا فيك مهندس، حياك الله. يا أهلا مرحبا فيكم ومسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام. يا أهلا وسهلا مهندس. احنا يعني دائما رابطين الكلور بالمسبح، ودنا نعرف المعادلة الثابتة لكمية الكلور لكل لتر من الماء في حمام السباحة. طبعا الكلور وغيره من المواد اللي تستخدم، مواد كيميائية تستخدم في المسابح، الهدف منها تعقيم المسبح وتطهيره من أي ملوثات قد تكون موجودة. طبعا لها كميات محددة، طبعا تكون يعني محددة بناء على المواصفات القياسية، واليوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لديها مواصفة معنية بالمتطلبات القياسية لهايبوكلورايت الكالسيوم، وايضا هناك نسب وطرق تعقيم محدده تحددها الجهات المعنيه مثل وقايه ووزاره الشؤون البلديه والثرويه وغيرها من الجهات المعنيه اليوم داخل المملكه. يمكن النسب الموصى بها الكلور انه يكون جزء لكل مليون او ثلاث اجزاء في المليون لاحواض المياه الساخنه، وايضا البروم يكون ثلاث اجزاء في المليون على الاقل في مياه المسابح، واربع اجزاء في المليون لاحواض الساخنه. كذلك الحموضة يحافظ عليها لها تكون ما بين 7.2 إلى 7.8 اللي هو pH في مياه المسابح وحواضر الحمام أيضا الساخنة.